تتابعون هذا المساء في نشرتنا. العميد صادق دويد: البعثة الأممية حبيسة مقرها ويتنفس الحوثيون من اتفاق ستوكهولم. القوات المشتركة تطرد متسللين حوثيين من حيس. كمائن الجيش تكبد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في قانية. مقتل قيادي أمني في ظروف غامضة بعدن. إصابة شخصين في حريق مشتقات نفطية غرب إبت. الحوثيين ينقلون الأمراض الجلدية إلى قراهم. آثار تهامة في عهد الميليشيات، سرقة وتدمير ومواقع عسكرية.